عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم خياطه بارعه وفنانه اللي ديما كتشوفوا الجلباس ديالي ولا القفطنات ولا التكيشطات ديالي وكتسولوا عليهم فين خيطيهم. اليوم ان شاء الله درت لكم فيديو غزال في المحل ديال السيده اللي كتخيط، وهاد الجليبه خيطتها عندها كما كتلاحظوا تويب خفيف كيتلبس مشتا اوصف. هذه هي الخياطه، وهذا اللون كيتلبس مع المارون ولا لون واغ ولا يعني مع من ما بغيتو تلبسوه. ونتمنى ان شاء الله البنات يعجبوكم الجلبات والموديلات كاملين اللي غادي نوريكم، وتمشيو عندها المحل ديالها وتقولها حنا من طرف شي واحد مع غزال غادي يدير معكم ثمن جد جد مناسب. وبالنسبة للبنات اللي داير الفولار، هذا هو الشال اللي يجي معاه، هذا هو لاكولوغ. اللي بغا تدير الفورة انا دير، اللي بغا دير الشال انا نلبسها مع الشال. وها هو، وهذا هو الموديل الثاني اللي قلت لكم خيطو عندها. درنا هاد القفيفلات درناهم بالقطيفة ودرناهم شوية كبار، ودرنا لهم جويبات بالقطيفة هما في لونوا، والقب درنا له هاد الشوشة. وبالنسبة للي بوط كيجي في لونوا، والسروال في لونوا. وكيف ما قلت لكم البنات، اي موديل جبتي لها وقلتي لها بغيت بحال هاد الموديل كتخرج لك بحاله تماما، ولا عطيتيها غير الثوب وقلتي لها خيطي لي من الذوق ديالك كطلع لك جلابه ولا في الاحلام. ونتمنى ان شاء الله تمشيو عندها وتزوروها وتقولوا لها من طرف غزلان، وغادي ان شاء الله تخيط لكم جلابه كيف ما كتحلموا بها. وبالنسبه للبنات اللي كيديروا الفولار، هذا هو الشال ديالها اللي اختاريتو باش نديرو معاها. وكيف ما قلت لكم البنات، الشده ديال الشال يعني كتفنوا بها كيف ما بغيتوا. المهم البنات غادي نخليكم مع الاخت بديعه، انا متواجده عندها في المحل ديالها، غادي نخليكم توريكم النوع ديال الخياطه وتشرح لكم اكثر. وتبارك الله عندها موديلات غزالين، ومازال خليتها عاد كتخيط شي موديلات. ان شاء الله المره الجايه غادي نولي نصور لكم الموديلات، وان شاء الله غادي نقول لكم المكان ديالها بالضبط فين كاين في اخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو باش تعرفوا المكان ديالها بالضبط فين كاين وتمشيو تخيطوا عندها. وبالنسبه لبنات وجده، راه البلاصه اللي كاينه فيها هي كاينه في المدينه. مهم وبقاو مع الفيديو باش نخلي لكم العنوان بالضبط في اخر الفيديو. او فرجه ممتعه. حسنت على المعلم ديال اليد، كيخدمها المعلم باليد، كتجي زوينه مع الدبانه هذه الخدمه، مضريس دبانه رقيقه كتجي زوينه الخدمه، مليفة كشمير كتجي مزيانه في اللبسه. ها هي كيف كتجي، ها هي الظهر ديالها، هو القب حتى هو فيه الدبانه، شي هي كتجي زوينه. اللي حتى هي مليفة كشمير حتى هي زوينه بالراندا، راندا رقيقه كتجي زوينه. حتى الكميمات كندير لهم الراندا تجي خدمه مزيانه. هيا عاوتاني اللي بات هي مليفه دوبل فاس زوينه، حتى هي راندا كتجي زوينه، حتى هي في المليفه كتجي راندا زوينه في المليفه. هما الكميمات عاود جوهرة، مبقيناش نديرو جوهرة غير بالراندا بالراندا، ونديروها بالزواق كتجي زوينة حتى هي. هادي مبغاتش العقيدات، مبغاتش حتى حاجة، درنا لها عين وعقيقة كتجي زوينة هاد الخدمة بالعقيق كتجي مزيانة. هاهو العقيق،
كيجي زوين حتى هو ديال الحضور. كنديروا له التنبات، نديروا في الصدر وفي اليدين حتى هو في الكمام، ها هو في الكمام حتى هو ضفيرة وعقيدات. هي الضفيرة بالعقيدات ودريس رقيوق. هادي عاود جدي لي باب الطرس في الجناب، تنت كتجي زوين. ها هو الطرس في الجناب، نديروه في الجناب كتجي زوينه، ونديروه في الكميمات. هادو عقيدات وضفيرة رقيوقة. هادي رنطة زوينة، رنطة حصيرة، حصيرة كاين اللي كتبغيها مربتة، كاين اللي كل وحدة شنو كتبغي فيها. هذا عاود الكرب كيجي في رنطة زوين. ديال البرشمان، برشمان ديال الخلخال حتى هي كتجي زوينه. معقدات باللوان كما البرشمان، التضريس حتى هو باللوان. هادي عاود من الفرقاشمان حتى هي زوينه، درنا فيها الطرز، عوضنا هذا في الافتتاحات، هاو الطرز في الافتتاحات. خدمنا لها الطرز بالسقلي، وصوبنا لها نص طوق بالسقلي، والتخريصه ديال المعلم ديال اليد ودريس عاود رقيوق. وها هو الطرز عاود في الكمام كما خدمنا هنا، درنا السقلي جاتنا زوينه كيف كيف. هادي جلابه الحجه وين غزلان، ها هي سيدنا لها الدبانه ودنا لها الدوبيه جاتها زوينه. هاد الثوب حتى هو عاد كيخرج زوين، الدبانه هي في الكري وخيطنا لها بالكرونه جاتها زوينه. نتا الحاجه من غيزنا تلبسها بالصحه ان شاء الله طول العمر. انت ذوقت تبارك الله عندك الذوق. عندك عاود هذه، ها هي هذا عاود هذا الزواق ديال المعلم ديال اليد. هذا كيخدموا كله المعلم باليد، هذا زواق ديال اليد تاع المعلم، باش كيجي رقيق ويجي زوين. جلابة الكريب درنا لها بالزواق، درناها بالزواق، درناها بالسقلي في البرونز. عقيدات كلشي في البرونز. هادي عاود جلابه تاهي برشمان، تاهي مليفة كشمير بالبرشمان، برشمان رقيق. تبارك الله كلشي غزالين. الله يبارك فيك حبيبتي ربي يخليك. كنديرو تما، كنديرو حتى في اليدين، حتى في الكميمات، كيما ماشيين في الصدر ثلاثة في الصدر، ثلاثة في الكميمات، ثلاثة عاود لتحت. هادي عاود جليليبا. عاود بالتاج، خدمة رقيقة وعقيدات. هاهو التاج وعقيدات، جا زوين هاد الموديل حتى هو، جاي واعر. توب ديال الخيط بجوج لوان طلع لها زوين. هاهو درنا لها بالبرشمان، خدمنا لها غير بالموف لون واحد، درنا لها عقيدات باللوان. تبارك الله جات فنه، الله يعطيك الصحه. الله يبارك صحتك تلبسيها بالصحه وراح. درنا لها البرشمان عاود بجوج لوينات، درنا لها البرشمان هنايا حتى لتحت، درنا لها الشوشه في القبه ضروري غير زعما كيفاش نجلابه بلا شوشه. ها هي الشوشه في الموف جاتها زوينه. انا جديد لباتي تبارك الله كلشي عند اختي بديعه. الله يبارك فيك. هذه عاود جديد لباتي، درنا لها حتى هي ديال الخيط زوينه بجوج لوان، خدمناها لها غير بالكحل. درنا لها الجويبات في الجناب، ها هما في المبره باش تهزلنا لها عاود قفيفلات في المبره باش عطاتنا هاد البريو.
يعطيك الصحه جات فينا. هيا ضروري نديرو لها الشوشه، الشوشه في الكحل. خدمنا لها كل شيء غير الكحل في الكحل. وتلبسها بالصحه ان شاء الله. شكرا اختي بادي على حفظك، الساعه ديال الزين صحه وراحه. عجبتني الصفره ملي لبستيها، جاتك زوينه بزاف بصحتك وراحتك. شكرا على حفظك. مطريس هو باللوان، بجوج لوان، بالموف والصفر. يلا بالصحه والراحه. أدق فطان ديال الطرز، فطان ديال الطرز تا هو جاي زوين. صفيفة سقلي، هادي عاود مليفة تا هي عاود، هي جليليبة. هادو دايرلها العقد في اليدين، فيها التاج، عقيدة في اليدين، كتجي زوينة في الخدمة، ويعني خدمة رقيقة. شيطة تليجة تاهي مخدومة بالسقلي والعقيدات، هيا التيتية تاهي كتجي زوينة حتى هكا تليجة. عاد كنخدموهم مزوقين وكلشي. المرة الجاية إن شاء الله من نجي لغيزلان ختي هدا قفطان ديال الكريب بالحزام، الحزيم تاعو ها هو منبت بالعقيق. هادي عاود جلابة كريب، عقيدة صغيورين وضفيرة رقيقة وتنبات في جلابة، كتجي زوينة حتى هي في اللبسة. شكرا لكم البنات على المشاهدة، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالموديلات الغزالين ديال اختي بديعة. وغادي نقول لكم البلاصة ديالها بالضبط فين كاينة. بالنسبة لبنات وجدة راها كاينة في المدينة، الخصة الكبيرة اللي كاينة في وسط المدينة، اللي جهة كتدي الذهيبية وجهة كتدي لصحاب الكوير. فاش تكونوا طالعين البنات غادي يجيكم الدورة ديالها كتجي على اليسر قدام هاد مول الحلويات الشعبية، راه معروف هاد مول الحلوى كيجيكم الحانوت ديالها هو الأول. ونتمنى ان شاء الله تمشيو عندها وتخيطوا جليلبات ما غاديش ندموا عليهم. وهانتوما البنات خصكم غزال ماشي مسيميمة. راه وراتكم المحل مي كتخيط جليلباتها اللي ديما كيعجبوكم، وهادو غير بعض الصور كانوا عندي ديال جليلبات اللي خيطتهم عندها وبغيت نشاركهم معاكم. ونتمنى ان شاء الله البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهدة، والى فيديو قادم ان شاء الله.